بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع الدواء الأسية، التمرين رقم 1، تتمة هذا التمرين. إذا رأينا في الجزء الأول تصحيح السؤال الأول والثاني. إذا سنخصص هذه الحصة لتصحيح الجزء الأخير، حل في R مربع النظمة. إذا النظمة 3 اكسبونونسيال 1 ناقص اكس ناقص 5 اكسبونونسيال 2 جي كيلك زائد 1 تساوي ناقص 14، وتسعود اكسبونونسيال 1 ناقص اكس ناقص 6 اكسبونونسيال 2 جي كيلك زائد 1 تساوي ناقص 6. إذا بطبيعة الحال، إذا أنصح، إذا عندما نريد حل النظمة تشتمل على الاكسبونونسيال، إذا بطبيعة الحال تبني تقنية التغيير المتغير حتى نحصل على نظمة عادية كما رأينا في الجداء المشترك. إذا بالنسبة، إذا نضع إكس كبيرة، نضع إكس كبيرة تساوي إكسبونونسيال 1 ناقص إكس، و y كبيرة تساوي اكسبونونسيال جي كيلك زايد 1. إذا النظمة بطبيعة الحال S ستكافئ النظمة التالية. إذا 3x كبيرة ناقص 5y كبيرة تساوي ناقص 14، و 9x كبيرة ناقص 6y كبيرة تساوي ناقص 6. بطبيعة الحال، إذا أحسن طريقة لحل النظمة، لدينا ثلاث طرق: طريقة التعويض بطبيعة الحال، تأليف الخطية، وطريقة كرامر أو ما يسمى أيضا طريقة المحددة. أحسنهم بطبيعة الحال هي طريقة المحددة. إذا تقتضي بطبيعة الحال حساب ثلاث محددات: المحددة الرئيسية دي مكونة من العمود الأول من المعاملات العدد x 3 9، والعمود الثاني مكون من معاملات y، إذا ناقص 5 ناقص 6 إذا تساوي ناقص 18، إذا زائد 45 إذا تساوي 27. إذا ثم نحسب المحددتان الثانويتان دي إكس. إذا حذاري من الأخطاء دي إكس. إذا دي إكس معاملة إكس نعوضها بناقص 14 6، ناقص 6 عفوا، ومعاملة يكراك إذا ناقص 5 ناقص 6. ثم نقوم بحساب، إذا 6 84 ناقص 30 إذا تساوي بطبيعة الحال إذا 54. و دي إيكراك تساوي، إذا دي إيكراك معاملة إكس 3 9، ومعاملة إيكراك نعوضها بناقص 14 ناقص 6 تساوي ناقص 18، إذا زائد 90 126. إذا تساوي 108. إذا حسب كرامر فإن x تساوي دي إكس على دي، و إيكراك تساوي دي إيكراك على دي. إذا تساوي، إذا دي إكس تساوي 54 على 27، إذا تساوي بطبيعة الحال، تساوي 2، و دي إيكراك على دي، إذا نعوض. 108 على 27 تساوي 4. إذا قبل بطبيعة الحال متابعة حل التمرين، على التلميذ عندما يجد إكس كبيرة و إي كبيرة أن يتحقق هل بطبيعة الحال
جوابه صحيح أم لا؟ كيف ذلك؟ يكفي تعويض إكس كبيرة و Y كبيرة في إحدى المعادلتين بالنسبة للنظمة الجديدة. إذا مثلا سنأخذ المعادلة الأولى، سأعوض في الطرف الأيسر إكس بإثنان، إذا 3 في 2 6، وناقص 5 في 4 ناقص 20 ناقص 14. إذا الجواب صحيح، يمكنني الاستمرار. إذا هذا يكافئ بطبيعة الحال. إذا نرجع مرة أخرى للمتغير الأصلي، إذا اكسبونونسيال 1 ناقص إكس يساوي 2، و اكسبونونسيال جي كراك زايد 1 تساوي 4. وبطبيعة الحال هذا يكافئ بإدخال الدالة العكسية ln، إذا 1 ناقص إكس يساوي ln 2، و 2 بطبيعة الحال و 2 إيكراك، إذا زائد 1 تساوي ln 4. إذا دائما هذا يكافئ، إذا بطبيعة الحال 1 ناقص ln 2 تساوي إكس، و جوج إيكراك إذا تساوي ln 4، هي ln 2 أس 2، إذا 2 ln 2 ناقص 1. هذا يكافئ بطبيعة الحال أن إكس دائما تساوي 1 ناقص ln 2، و إيكراك تساوي إذا ln 2 ناقص 1 على 2. حذاري، إذا مجموعة حلول تكون عبارة عن زوج، إذا S، ونبدأ في الزوج بإكس وليس إيكراك. إذا الزوج 1 ناقص ln 2 و عفوا ln 2 ناقص 1 على 2. إذا بهذا نكون قد أنهينا التمرين بطبيعة الحال رقم 1 في الدوال الأسية. الآن مع الترجمة. دونك الآن مع الترجمة. Donc pour résoudre le système, donc il suffit de poser grand x est égal exponentielle m moins x et grand y est égal exponentielle 2y plus 1. Donc on va obtenir un système classique qu'on a déjà vu en tronc commun, bien sûr. Donc pour résoudre bien sûr un tel système, donc on a trois méthodes, soit la méthode des combinaisons linéaires, ou bien la méthode de substitution, ou bien la meilleure méthode, bien sûr, la méthode des déterminants, ou bien la méthode de Cramer. Donc, je vais adopter cette dernière, c'est-à-dire la méthode de Cramer. Donc, il suffit de calculer trois déterminants. Donc, on calcule le déterminant principal, 3, 9, moins 5, moins 9, qui est égal à 27, et les deux déterminants secondaires, dx et dy. Donc, et de ce fait, donc, on obtient facilement grand X est égal à 2 grand Y. Donc, un conseil qui est précieux, bien sûr. Donc, avant de continuer la solution, il faut bien sûr vérifier est-ce que grand X et grand Y qu'on a trouvé sont bien des solutions du nouveau système. Donc, il suffit de remplacer grand X et grand Y par leur valeur dans une seule équation, par exemple la première. Donc 3 multiplié par 2, c'est 6, moins 5 fois 4, moins 20, donc c'est moins 14, donc les valeurs sont exactes, donc on peut continuer. On remplace grand X et grand Y par leur propre valeur, exponentielle m moins x est égal à 2, et en faisant entrer la fonction réciproque ln, donc nous trouvons facilement donc x est égal à 1 moins ln 2, y est égal à ln 2 moins 1 demi, d'où s c'est le couple 1 moins ln 2, virgule ln 2 moins 1 demi. Donc voilà, on a terminé, donc on se retrouve avec un autre exercice, exercice numéro 2. Soyez au rendez-vous, bien sûr. Il est موعدنا مع تمرين رقم 2 إن شاء الله. إذا لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.